هذه كي نحكيوا عليها واحد يقشعر جسمه، معناه من الاحساس اللي يحسه وشنو يذكره. وهك تشوفني انا كي نكلم فيك مانيش في حالتي الطبيعيه، ما نجموش باش نفرطوا فيها هذه الهوايه هذه. معناه تلقى الانسان البسيط الفلاح البسيط، وتلقى الانسان اللي تبارك الله معناه شهيد ومستواه راقي ياسر. عندنا شكون اللي يجي من اوروبا